سجاد العراقي ميت عدل شنو وضعه لهذه اللحظة؟ نعم. أمه معتصمة، أمه منتظرة منكم خبر، عمي إذا ميت اعطوني جثته، وإذا عدل دلوني هو وين؟ الملف احنا حقيقة نحتكم فيه إلى القضاء، وأنا وصلت أكثر من طرف إجوني وأكثر من رسالة، وحتى هي نفسها أم سجاد الآن معتصمة بخيمة أمام مبنى المحافظة، قلت لهم يابا إذا أكو مذكرات قبض فأجهزتنا الأمنية ملزمة ليش بأن هذه المذكرات، عندكم شكوى جديدة على أحد؟ أم محافظتك تعتبر أمك. خلي أوضح هذه الفكرة، هذا خلي أوضح. أنا متعاطف مع أم ثكلى لا تعلم مصير ابنها، هل هو على قيد الحياة حتى يرجع إليها أو هو ميت حتى تأيس من عدة وتقرأ له الفاتحة، وأنا متعاطف جدا مع أم سجاد، ولكن ما باليد حيلة. قلت لهم تردون تقابلون رئيس الوزراء، أنا مستعد أن أكتب كتاب أو أشيل تليفون على دولة الرئيس أن تقابلوه. كان وعدتها خير. زين خليني أترك لك مساحة رسالة إلها، خليها المرة تلم غشوالاتها وترجع لبيتها، وصل لها صوتك من خلال برنامجنا. كل الرسالة أنا أقولها يا أم سجاد، المحافظ متعاطف معك، شنو اللي تردينه؟ تري عندك أوامر قبض، أنا على استعداد أنا أوجه الأجهزة الأمنية بأي نقطة بالمحافظة أن تلقي القبض على المطلوبين إلى القضاء في هذه القضية. عندك دعوة جديدة على أي إنسان تعتقدين أنه مشارك في عملية تغييب ابنك، أيضا إحنا نحيلش للمراكز الشرطة تقيمين دعوة وتحال لمجلس القضاء، وبالتالي إحنا نساعدك نوقف وياك نتعاطف وياك، ولكن اسأليني شنو أقدر أسوي، أنا حاضر.